بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. بسم الله ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Mm-hmm.
فكان الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا والقمر إذا تلاها
Yeah.
Thank you.
الله 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 Oh,
أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت فذكر 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 إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال ربنا إننا نخاف 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 أن يفرط علينا أو أن يطغى معكما أسمع
فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأتياه فقولا فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبه قد جئناك بآية والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم ولقد مننا عليك مرة أخرى وَالنَّاسِ وَالدَّوَابِّ
وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة ثلة من الأولين وثلة من الآخرين سنفرغ لكم يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي كذبان كلهم
Oh,
وكل في فلك يسبحون لا الشمس ينبغي لها وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم منا ومتاعا إلى حين فخرج على قومه من المحراب فأوحى وَقَالُوا
وهو العزيز العليم.
إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وما Thank you.
ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا إلى ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوا وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن
جهد أيمانهم
إنهم لمعكم. حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون حجة
السلام. ما يفتح عليك ربنا. قولي على الله ربنا
وذكرنا